زيد ليه حمدي مرة ثانية، تونسي في نادي الوحدة ويسجل النقطتين للوحدة ويضيف النقطة الثالثة للوحدة ويغير الواحد اللي كان فقط للوحدة إلى ثلاثة نقاط. حاول قريد دخول لكن دفاع من حمدي، يا سلام يا حمدي، دفاع جيد واستطاع أنه يكسب الكرة هذه ويبدأ بهجمة سريعة للوحدة لصالح، يصوب ثلاثية صالح ويسجل. سلام عليك يا صالح، أول لقريد مرة ثانية لفواز، يحاول لكن دفاع قوي جدا من حمدي، وهذه ثاني كره يقطعها حمدي في الدفاع وهذا شيء جيد، وهذا صالح ولكن غير موفقه. كاسس جميل لكن ما وفق محمد، وبدا اللعب مفتوح بين الفريقين، وهذا تيلر وارتدادات سريعه ويسجل نقطه، يصوب من خارج القوس ثلاثيه غير موفقه، المتابعه كانت من حسن لكن ما وفق فيها على طول حمدي لايوب، دخول يا سلام يا ايوب ويصوب، يا سلام يا سلام على اللقطه الجميله لحمدي الشريف، برافو عليك يا حمدي، ممتاز يا حمدي. شوف 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 شوف، هذه اول مره هذا التصويب، لكن شوف المتابعه السريعه، شوف حمدي جو وعلى طول دنك سريع ويسجل منه نقطتين جميله لنادي الوحده من هذا اللاعب. وطبعا دقائق في الربع الثاني وهذه محاوله لجريد وتكون، يا سلام عليك يا حمد، يعني لاعب الدفاع لما يمنع كره من التسجيل زي كان يسجل نقطتين. شوف 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 قبل ما تطلع الكره من يد اللاعب، وهذه يعني احتساب جيد، يعني ربما يكون احد يقول ان القوس غير موفقه، يتابعها مره ثانيه، شوف المتابعات الجيده لاعب الوحده تحت السله الهلاويه، وهذه ثلاثيه جميله تيلر، اول ثلاثيه لهذا اللاعب، وكانت في ثلاثيه لصالح تكروني نادي الوحده، وبالتالي هو سجل الثلاثيه. الحكم اللي على الخط النهائي للملعب. اذا عاد الوحده للتقدم ب 32 نقطه مقابل 31، وهذه محاوله لصالح لتيلر يصوب ثلاثيه، والثلاثيه الثانيه الثلاثية الثانية تيلر، شوف احنا قلنا اول سجل المحاولة كريس من اي لحظة ارتكب الفاول الخامس، وممكن يغادر صحيح. ممكن يغادر على طول، بس مضطر انه هو يلعبه، مضطر انه يلعبه. هذه المحاولة تابع، شوف كيف اللي حمدي، يا سلام عليك ممتاز حمدي ممتاز، ويسجل منها لكن بين يوم وليلة انه تأقلم مع الفريق صعب صعب. اذا هذه محاولة لصالح على طول لتايلر، يصوب ثلاثية ينجح في الثلاثية الثالثة، هو تيلر غير موفقة، وفق في ثلاثيتين لكن مرة ثانية حمدي يتابع، وتابعات لاعب الوحدة أفضل وأحسن تحت السلة الإهلاوية، وهذا حمدي، يا سلام عليك يا حمدي، تفاهم 53. احنا قلنا الفريقين ما راح نعرف مين الفائز الذي نهاية الربع الرابع. شوف حمدي الشريف الشعبي أول ثلاثية الحمدي، يضيف الثلاثية الخامسة للفريق والأولى له في هذه المباراة. لاحظ ما كان أمامه أي ما في متابعة. بلال دخول يصور، يا سلام على حمدي الشريف، سلام أكثر من يا كرة، سلام يا سلام على حمدي الشريف على طول، وشوفوا حيعمل ايه، طريق سريع لتيلر، دنك سريع وجميل، تفاهم تفاهم كبير ما بين تيلر وحمدي الشريف. نعم دخول يصور، شوف الدفاع حمدي الشريف، حمدي الشريف مرر للشبيلي، الشبيلي تينوفر ل تايلر، يسجل مجهود جبار مجهود جبار، اقطع الكره من الملعب الخلفي وامام اثنين مدافعين، محاولة لحمدي دخول للتمرير لحسام غير موفقه، تابعها يا سلام، سلام على تايلر تايلر، هذه المحاوله لحمدي دخول كذا الان النسبه الان صارت 90 الى 10 11 نقطه فارق، واحنا نلعب في اخر دقيقه، وهذه محاوله كري ليه متابعه جيده من صالح الى خارج الحلقة.